بلدة أتت عليها الإصلاحات الأسدية فجعلتها أثرا بعد عين، بلدة أبعدت حرب الإبادة الأسدية في حلب ودمشق عدسات الإعلام عنها، بلدة هدمت أحياؤها وهجر أهلها، فأحببنا أن نسلط الضوء عليها. إنها بلدة الحواش في سهل الغاب التابع لريف حما. بلدة أضحت أطلالا بعدما كانت تضج بالحركة. وللتعرف على ما حصل لها ولأهلها نلتقي بأحد أبنائها. نعم. يعطيك العافية. الله يعافيك. لو تخبرنا شو صار عندكم هون بالقرية وبالحارة هون؟ شو اللي صار؟ الناس نايمة الصبح بكير الساعة تقريبا شيء حوالي 7 الصبح. طلع الطيران صار يزت حاويات. حاويات مليانة يا أخي، وزن الحاوية تقريبا شيء 700-750 كيلو. تحت المتفجرات. متفجرات وزنها 700-750 كيلو غرام. زدت الحاوية هاي هون. هلق مطمور يعني طمر ما مشال على ما تقع بقلب الجورة، لأن الجورة غمقة تقريبا شي متر متر ونص. متأكد؟ نعم. إيه على أثار نزول الحاوية دمرت البيوت هاي. شوف. البيوت هاي كانت مسكونة هاي. هاي البيوت مسكونة هلق العالم قادت بالشوارع يا أخي. قادة بالشوارع عادي. كيف؟ حارب أكملها دمرتها. متأكد؟ هون كان في مرة عندها جوز أطفال قادة عم تفطرهم الصبح. نعم. شلون؟ فات عليها قلب عليها الحيط قتلها هي وأطفالها اثنين. قتلت المرة هون. متأكد؟ مرة آمنة. هي والأطفال إرهابيين كمان. هي وأطفالها إرهابيين. أطفال عمر الطفل 7 شهور 8 شهور. إرهابي هذا؟ مو إرهابي. طيب باقي الأهالي شو صار فيهم؟ الأهالي خاصين قاعدين بالشوارع، ما عندهم مكان يقوي هون. بانين خيام وقاعدين بالشوارع، ما عندهم بيوت تقوي هون. نعم. تعال تفضل لهون، شرف. هاي ما تتفضل. مرة عجوز. والله عجوز. مرة عجوز عمرها 80 سنة، فوق 80 سنة. والله عجوز. هذا بيتي. هون سكنت مرة. مرة عجوز عمرها فوق 80 سنة يا أخي، قاعدة بحالها، إرهابية هي كمان. طب بالنسبة للحارة هون يعني فيها شيء أهداف وفيها شيء محدد لكلها مدنيين؟ حارة مدنية، مسالمين ناس فقراء ضعفاء الله يساعد. يعني الطيران عم يطلع بشكل عشوائي. الطيران عم يطلع عليهم يا أخي، عم ينزل عليهم متفجرات وزن البرميل 750 كيلو. هي إرهابية، خلينا أنا إرهابية، هي إرهابية؟ عمرها 80 سنة عايشة على أدوية إرهابية؟ ولا الأطفال اللي استشهدوا؟ هون؟ خمس بقرات كان هون أخي، كان في 5 بقرات، على أساس عم يحلم ويبني آمال عليهم، عنده ولد بدي يزوجه بس. أي والله. بدي يبيع البقرات يزوجه ابني. هاي رزقته من هالدنيا. ما عندش. طب بالنسبة لعملية النزوح، عملية نزوح هي يعني على مناطق ثانية أو قرى يعني ما الناس فيها صارت تنزح مثلا من القرى المهددة. هلأ قرية الحواش تعتبر قرية مهددة بالقصف، عم يطلع الطيران من مطار في الجبل الغربي خصوصي عم يجي على قرية الحواش عشان يقصفها. بيطلع من مصياف كيف بيجي مباشرة بيفضي حمولته وبيرجع. طب شو سبب قرية الحواش على التحديد؟ لأنها ثائرة. لأنها قرية ثائرة، هذا سبب، هذا جريمتها. قرية طلعت مظاهرات سلمية مسالمة ضد نظام الطاغية بشار، عرفت كيف؟ لهذا الأمر أخي عم يقصفوها بس مو أكثر. هي مصيرها مصير معظم البلدات والمدن التي تدمر بشكل منظم ومنهج. مثلها مثل حمص. مثل أهل القرية من قضى ومنهم من نزح ومنهم من ينتظر.
آثر السكن والعيش في بيته الذي هو غير صالح للسكن أصلا على أن يهاجر ويترك قريته المهدمة التي لم تبقى سوى أطلال، ونلتقي بأحد هؤلاء الأسر التي ما تزال تسكن بيتها المهدم الغير صالح للسكن. بس هو صار معكم هون بالبيت، وشلون انتم ساكنين بالبيت؟ والله كنا ساكنين، ربك طلعنا، كل ناس طلعت برا وناس راحت على الشغل وناس هيك، والجيران نايمين تحتها هناك، نايمين تحتها ما شفنا الا هالطياره جتنا من المغرب ودجتينا. قوموا فرجيهم الغرف. شافوهم الغرف وشافوا الاول والتالي. شافوهم كلها. طب خلي راسي ساكنه بالبيت، والبيت شلون يعني؟ هذا دخل والله نايم تحتها، الله حماه، رجليه الحزم كسره، دحجل له على السطح، ومرته هذا كله انشال، دحجل له نايمين على السطح. نحسن نشوف البيت شلون، هذا بيسكن ما بيسكن؟ يشوفوا ولا ما ينسكن؟ تعال فرجيني، ما يريد يسكن به. فرجيني البيت، تعال شوفوا البيت. شوفوه هذا كيف تصدع هذا البيت؟ هذا ينسكن، هذا ينسكن، دحجله شايفينه ينسكن، ما ينسكن. غير لسه كله. روح شوف بني خيط. كمان هذا شوفوا ينسكن. هذا الدهجل كله بالخلوة. شوفوا هنا ما يفوت ايدك. شوف. شوف برنتا الشرجية كمان. ما نجرب على عده راحه. هذا برعي بشتريك البارح طياره بالحويجه هزل كلها. يعني خالتي انت خايفين ما عم تحسنوا تناموا بالبيوت؟ لا والله ما نقدر ننام. ما عم تقدروا تناموا؟ لا ما نقدر ننام، بالنهار ما جاي نجرب. هزت الطياره ليش؟ ليش؟ هزت الطياره بالحويجه صار هذا الباب كله. هذا ما تقوم به العصابة الأسدية المجرمة. فهل هذا هو برنامجها الإصلاحي؟ أم عملية إبادة جماعية وتطهير عرقي؟ أم عملية جراحية دقيقة لاستئصال الشعب السوري الإرهابي؟ سؤال الأيام وحدها هي الكفيلة بالإجابة عليه، وعلى غيره من الكثير من الأسئلة التي في جعبة الثورة السورية.